أكد أمين عام مجلس النواب سعادة السيد عبد الله بن خلف الدوسري على أهمية دعم الزيارات المتبادلة بين العاملين في المجالس التشريعية العربية ونقل الخبرات بينهم والاطلاع عن قرب على تجارب عمل الأمانات العامة للمجالس التشريعية والحرص على تطوير أداء الموظفين وصقل مهاراتهم والاستفادة من التجارب الناجحة لعمل الأمانات العامة للبرلمانات العربية. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع جمعية الأمناء العامين العرب في القاهرة بمقر جامعة الدول العربية وبحضور الأمناء العامين للمجالس والبرلمانات العربية ووفد مجلس النواب البحريني.